الأمير علي محتر. والآن أمريكا أنتم وأنتم قادر. الأميرة هيان تكسو. أوقفوا هذا العرس. ما هذا؟ كيف تجرؤ على إيقاف العرس؟ لا تصرخ هكذا في وجهي. أنا الأمير وأنا كبير الكهنة. أهلا وسهلا. أهلا بك حبيبي، وأنا المسؤول عن أمن هذه المملكة. المملكة لك، 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 التي ستكون ملكا لك في يوم من الأيام، أنت وأبنائك وأحفادك. وحفاظا على أمن هذه المملكة أأمركم بإيقاف هذا العرس. وما هي الأسباب؟ هذا العرس سيأتي بالخراب على البلاد. جاءت الحزينة تفرح، لم تجد لها مطرح. إنني أحبه، أحبه يا كبير الكهناء. لوكال قوي. أمر. أحفادكم سيدمرون ما بنيناه. تخيل معي يا ولدي، الملكة كليوباترا العظيمة ستصبح سجائر. منها عادة ومنها سوبر. الملك رمسيس سيصبح محطة قطار. طيبة. مجموعة مدارس لغات. النيل. مجموعة قنوات متخصصة. أنت رجل أوفر، وأنا لا أفهم منك كلمة واحدة. إذن فلترى معي المستقبل في بلوريا. متنساش بقى لما تسيح بتاع اللي انت لابسها ديت، تبقى تعمل لي خاتمين حلوين كده. انت بتقول ايه؟ انا ادعوك ايها الامير ان ترى معي المستقبل. في هذه البلوره سترى المستقبل وكانك فيه. سترى العجب. سترى ما لم يخطر على بال أحد. سترى فيلما من أفلام السفر. محمد مشأة. لما بنى جوهر صقل القاهرة، عمل في سورها الشمالي بابين، باب النصر عند بابا عبده وزيزو نتانة بتوع الكبدة والسجق، وباب الفتوح مفيش حد عند باب الفتوح بتاع سندوتشات. إنما بنى في السور الجنوبي باب زويلة، برضو مفيش حد عند باب زويلة بتاع سندوتشات. كل الحواري دي بقى كوم، وحارة برقوق المراكيبي كوم تاني خالص. علي انت بديني فرصة اشرب بقى ما يعطشان اوه علي. دي جامدة، جامدة دي اوه، دي جامدة. مية مية دي متاع ما كده ليه؟ ده علي المراكيبي رمى السيجارة من نصها، قال يعني كده صايع. عايز منديل. خد مني انا المنديل علي وكفايه. انا اتضربت خلاص. وبعدين انا عشان بحبك انا ماسك نفسي. انا ممكن اقع من طولي على فكره. ماشي يا سمير، انا هاخد منك المنديل، بس مش عارف اقصر الشر يا اخي. اما دي بقى هيام المراكيبي. حد بيشوف حاجه ولا ايه؟ بنت عم عبد ايه والشهيره بهيام ساوند. انت بتضربنا علي؟ انت
كل ده مش واخد بالك؟ بضربك يا سمير. اكيد انا اديتك فرصه تقول لي مش قصدي. اخ لا قصدي يا سمير. مش انت سمير؟ وانا علي. اي وده وشك ودي ايدي. اي اهي. والمصحف اعذبك يا علي. لا يا علي. لا ايه؟ لا انت كده بتوصلها للجحيم. بعد اذنك يا عمهم خرج نفسك بره الحوار ده. الموضوع ده يخص لنا وسمير بس. اخويا لا يا علي. اخويا لا يا علي. وليد اللي تتمدى اخويا وطهره. والكلام ده كله ليك يا منطقه. طب يلا بقى يا شاطر لم اخواتك السلاحف من هنا عشان ما اعملهاش معاك. يلا لازم تتاكد كل ما تتضرب. يا سمير بضربك عشان انت عيل هفا ومش عارف تلم خطيبتك، وانا اخلاقي ما تسمحليش امد ايدي على واحده ست. انجان مد ايدك على الرجاله. يا سمير يا اخي، دي الرجاله بالرجاله والستات بالستات يا علي. وبعدين انتوا ولاد عم في بعض، انا مال امي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بس ايه؟ طب بالنسبه لدراعنا يا اسطى، لولا ان قريبتك كنت اقسم بالله على الحرام من دين وعهد الله. طب انت هتعمل ايه يعني؟ انا قلت اعمل حاجه، انا بحلف بس. وبعدين وام عيب صحتك انت بيتنا بابا. بابا الاوراداتي بتقلوا يا بابا. انا ابويا اوراداتي يا ابن امك يا تربيه ست. ست مين عدمت الربايه؟ ما تصلي على النبي يا جدعان. والله العظيم ده شطان دخل بيننا. انا مستغل فرصه ان احنا قاعدين على قهوه واحده كده ونشرب حاجه والصبح خير. لا بقى مش هنتصالح، وانا قلت من الاول الجيره الهباب دي مش هتنفع. البيت ده لازم يتباع. مش هيتباع يا علي. هيتباع غصب عن عين ابوكي، ولو ما وافقتيش هجيب فوق وتحته وههده، وساعتها هتبيع غصب عنك. هتهده ازاي؟ هجيب منتخب مصر يهده. عايز تهده؟ هات له جده. قول يا كل يوم يا عايز تهده. هات له جده. قول يا عايز تهده. هات له جده. ايه انا بقول معاه؟ هات له جده. عايز تهده. وادي المقولة الشهيرة، هو عاوز تهده وهات له جده وداخل والشوطة. انت مش قلت لي اجيب جده؟ انا ما عرفتش اجيب جده، جبت جدي. وحياة امك؟ ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده الواد اللي شغال مع سمير. يالا سمير. اشتريته بسندوتشين كبده. بس بص فاخده بسم الله ما شاء الله، ده لو شاف في البيت مش البيت هيقع، ده الحاره كلها هتقع. ايه الورقه الرابحه يا اخوانا؟ صباح الفل يا كباتن. صباح العسل. انا عايزها تولع، عايز الرجاله دي تحس انها في كاس العالم، عايز البيت يقع من الحماس. بس يا علي سيب لي الموضوع ده. صبح تلاته يقدم في تلاته. الجماهير هنا عظيمه والاداء لازم يبقى جميل. حبيبي يا شلبوكش. حاره برقوق مستنياك يا علي. يا نهار ابيض. وادي علي اخطر خطير سامعين الصيحات من ألطرس برقوق. عايز ايه يا سمير؟ انت جاي تهد البيت يا علي؟ يا سمير جاي تهد البيت. يعني انت جاي تهد البيت يا علي؟ بقول لك ايه يا سمير؟ انت هتقعد تتاكد وانا مش فاضيله. خد دي. الله 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 عليك يا علي، ايه الجمال ده؟ خلصت الكلام كله يا راجل. Thank you.
بس يا عم بتسقفوا على ايه؟ ايه يا عم انت عامل لي فيها مس ولا ايه؟ فيها كبات تلعب على ايه؟ يا عم العب على اللي انت عايزه بس عندي شرط. شرط؟ شرط ايه يا عم؟ هجيب حكم اجنبي. واحد الله خلاص يا عم مرعي احنا في المدافع ابيض بالصلاه على النبي تكل يا عم على الله ولا ايه عندك طلعتين النهارده يوم ده العنوان اللي هتفرش فيه العزاء اه وده عنوان الفرح ماشي ماشي ايه ما تخلص مستني ايه مش يمكن في اي عناوين تانية هنستظرف فنستظرف هدول ناقصك انا كده يا اسطى تبقى انت ورد عليا اسمها الست وردة يالا ملاحظ انك بتتكلم على مراتي مراتي ايه ده هو انت اتجوزت وردة عرفي لا بس ان شاء الله ناوي اتجوزها عرفي اه هتتجوزها وتورث المحل والتاكسيات والبيت اللي ورثته عن ابوها ايه ده اللي انت بتقوله ده يالا انا هتجوز ورده عشان ورث ابوها امال عشان ايه عشان ورث امها طبعا يا ده افهم يالا البيت وحدانيه ومن ساعه ما ابوها مات انا اللي ماسك لها كل فلوسها وبدورها وبعدين عبيطه زي ما انت عارف يعني ممكن اي واد يلح يلف عليها بكلمتين ويكيسها وياخد الفلوس ويجري يبقى انا اولى من الغريب يالا ده ايوه يعني انت اصلا عايز تسرق فلوسها يعني مش سرقه عايز اقلبها انصب عليها كده اه يعني انت اصلا حرامي وواطي وزباله وزي ما تقول فيا اقول طب كلم اكلم مين ورده ورده بقى انت عايز تتجوزني علي عشان فلوسي مين الكلب اللي قالك كده انا لسه سامعاك بوداني بتقول عايز اتجوز ورده عشان اسرق فلوسها اغص عليكي يا ورده اغص عليكي اخر حاجه كنت اتوقعها ان انت تشكي فيا انا شكي فيك ايه بقول لك سامعاك بوداني تكذبي ودانك دي يا بنت وتصدقيني انا لسه بقول لدقله مش هسمح لاي واد صايع يلف على ورده ويسرق فلوسها ويجري تشكي في هنا تشكي في علي يا بت تشكي في الحب طب خلاص يا علي والنبي تشكي في الموز فوق السطح بيت وبير السلم تشكي في هنا خلاص يا علي والنبي طب قول لي اراضيك ازاي لا يا ورده زعلانه يا ورده والنبي ما تزعل وما تصحيني تعملي لي اي حاجه اطلبها منك اي حاجه اي حاجه اي حاجه ورحمه ابوكي تشوفي لي معاكي 100 جنيه سلف عشان انا اشكور حلو الورد ده قوي يا هناء جبتيه منين ده انا موصيه عليه من شهر خوف الحياة اللي مختربنا في ده بس انت مش شايفه انك استعجلت على جوازنا شويه اعمل ايه هي اللي اثرت قدرت تقولي بحبه 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 ايه ده معايا بس زهقتني ايه ده بس تقطع هو كده يا غبي دي حركه غبي استاذ سمير اتاخرتوا كده ليه معلش اخر مره المهم تاخدوا تعليمات الحفلة طبعا انت عارف مفيش اغاني مهرجانات لان الاغاني دي سبب حالتها يجل العروسة يا لو قلت الادب دي قلنا الاغنيه بيقصرها شويه وطبعا زي ما انت عارف ما دام انا عارف ليه بقى نعرق ليه ما نركزش احنا في الاغنيه الجديده لان انا محضر لكم النهارده اغنيه جديده نوفي من مجاميعه اتفضلوا مدام اتفضل يا باشا ربنا يجعلها اخر الاحزان ان شاء الله متشكر يا علي تمر يا باشا متشكر علي انا عايز عزاء على اعلى مستوى المحافظه هيجي ومدير الامن وكل اعضاء مجلس الشعب تقريبا يا باشا اعضاء مجلس الشعب هيتمنوا مجلس الشعب يولع بيهم عشان يتعمل لهم صوان زي ده باذن الله امين يا رب قصدي عايز حاجه كويسه جدا تقلقش يا باشا ما تقلقش ايوه يا دوق لما ما نقطش ليه يلا بدري من عمرك اروح امك انا داخل انا والباشا هات دور اتفضل يا باشا اتفضل اتفضل يا باشا اتفضل يا دوق لا ايوه ما نقطش ليه يلا يا اسطى كله جاهز نور الليله تعيش يا باشا نعم تعيش وتفتكر ان شاء الله ثانيه واحده يا باشا الغلط ده هيتصلح حالا ازاي هتصلحه ما تقلقش انت جاي تصلحه استوري نفسك بتعملي ايه انتوا بتقلوا ايه ده عايز ناس محترمين تعالى يا دقله ايوه انتوا بتعملوا ايه ده عايز ناس محترمه ده بتقولوا ايه الليله عيد يا اسطى ايه الليله عيد الليله يلا يا سعيد الليله طفي النور يلا والان انا الان موعدكم مع نجمه ليس كالعاديه نجمة ليست كالطبيعية نجمة في مستوى المستمع المتوسط النجمة التي رفضت دويتو دويتو يا هبل
دويتو يهبل مع راجل علامه عشان والدتها في المستشفى تعبانه. يا سلام على التربيه والتعليم. الفنانه صاحبه الاغنيه الشهيره طائر بلا اجنحه مطلوب يطير ازاي؟ الله يا استاذ. الله بجد؟ اه. هقولها تاني؟ ايوه استاذ. انا بقول طائر بلا اجنحه مطلوب يطير ازاي؟ سواق يسوق في الضلمه مطلوب يسوق ازاي؟ طارق ذي بلا اقمشه يعمل قميص ازاي؟ طائر يطير ازاي؟ سواق يسوق ازاي؟ يا منفسن ايه قميص ازاي يحمس النفسنه دي؟ انا عارفه طول عمرك بتغير مني. انت اللي انانيه. ما تسيبيني اكمل. كانوا هيسقفوا. يسقفوا لك ايه يا ابني؟ انا جمهوري اشتاق لي. ايه سمير يا جماعه؟ كلاب يا سمير. انت عرفتي جايبني يا سمير اغني فرح كلاب؟ كلاب دفعت لنا اكتر من البني ادمين يا ايه. في كلاب سميع. انا اول مره كنت اطلعت من كلب. ازاي تجرأ على موهبتي كده؟ ازاي تعمل فيا كده؟ انا ما بغنيش لكلاب يا سمير. لا انا ممكن اغني عادي. انا نفسي افهم يا اسطى يعني براندا بتعمل ايه ده كله جوه العربيه؟ بتستر نفسها بحاجه. ما عندناش نسوان تمشي ملط في الشارع كده. انا مش فاهم انت ازاي مرتبط باتنين في نفس اللحظه. مين الاثنين دول يا؟ ورده وبراندا. يا ده انت غبي يالا. قلت لك ورده دي هتبقى مراتي. طب وبراندا؟ دي اللي هخون مراتي معاها. اه يعني انت قصدك ان براندا دي مجرد واحده سفله تعرفها؟ قوي سفله جدا. يعني انت قصدك ان براندا دي مجرد رقاصه تعرفها؟ غاوي نقطوها ولما انا النقطه. يعني انت قصدك يا اسطى ان براندا دي مجرد واحده شمال تعرفها؟ شمال 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 بس يعني. طب كلم يا اسطى. اكلم مين؟ براندا. الله تاني. طب خليك بقى رايح فين. هاي بيبي. هاي. انا سمعتك بتقول عليا شمال. يعني ايه شمال يعني؟ يعني ايه شمال يا دقله؟ شمال يعني شمال يا براندا يعني يعني وقف في الحته الشمال. يعني انت في القلب يا بنت. ويلا يلا نجري على فوق. يلا اتاخرتي. يلا بكره 11 ونص في الكباريه. روح قلبي. ها تعالى هنا. رايح فين؟ قمر قمر يا اسطى. ليلى هلولا. بسم الله ما شاء الله اللهم قوي ايمانك يا بركتنا. الله اكبر. انا مؤاخذه يا ماما. تحياتي لله والصلوات والطيبات. السلام عليك يا نبي وبركاته. السلام علينا وعلى يعني افتح النور ولا اقفل له. امال ده تحري في ايه؟ بسم الله الله اكبر. مالك يما في ايه؟ سلام عليك يا نبي ورحمه الله وبركاته. يا امال انت بتعملي ده؟ انت بصلي عينك في عيني وبتكلميني. يا امال صليت ايه دي؟ سلمي واطلعي من الصلاه وكلميني زي ما بكلمك كده. السلام عليكم. يا سلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. يا غبي عمال اعمل لك كده عشان اقول لك ان انا عملت نسخه من مفتاح شقه عمك وبكره الصبح الشقه فاضيه مش هيكونوا موجودين. تخش وتدور بسرعه وتجيب لي حجه البيت. وانا المفروض افهم كل ده وانت بتقري التشهد؟ وبعدين يوم ما في حد يفكر في السرقه وهو بيصلي؟ ايه كحود القلب ده؟ اعمل ايه عشان مره في حياتك تصلي ركعتين ربنا بنيه خالصه؟ وديني يا عمر. لا خليكي كده احسن. ربنا غفور رحيم وبيتقبل. فين المفتاح؟ وكمان جبت لي عربيه. قلت لك مفيش حد هنا. وبعدين احنا جايين نسرق يعني؟ ما احنا جايين نعمل ايه يا اخويا؟ يا اخويا جايين نسرق العقد. يا غبي انت بتشتم ليه يا اسطى؟ انا كنت بستفسر. يا ده انا مفتاح سوق ده في ايه؟ حمار. او انت اللي حمار. تشتمني ولا تشتمني؟ ما انت اللي شتمت الاول. صلى على النبي يا حمار. خلاص بس. استغفر الله. مين ده؟ انا شريف. شريف مين؟ شريف مجدي البغبغان. اللي اعرفه ان البغبغان ده بيسمع كلامه يعيده تاني بس. سوري. ده بغبغان قبل على نفسه كده وده كان قبل الثوره. لكن بعد الثوره احنا كبغبغانات لازم نعبر وثقه في اللي هنتكلم. ايه ده؟ انت بغبغان محمد رمضان يا تقل دم امك. ماشي يا علي. بس يا ايه اللي انا بعمله ده؟ وقت بتكلم مع بغبغان. تعالى قد خش جوه. استنى انا عارف مكان العقل. عارف مكان العقل؟ طب ما تقول لنا هو فين يا استاذ شيرين؟ اهو بقى لفوا كده هتلاقوه في وشكوا. العقد داخل عليكم. اخبيه وكل مره بتيجوا عشان تسرقوا العقد بقفشكم. بس انا المره دي مش هتيجي حقي وحياه ربنا اللي هفضحكم في العماره وهجيب حقي كويس يا سمير. ايه 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 يا ابني السرعه اللي انت فيها دي؟ ده انت لو ما بقيت واتساب كنت خدت وقت اكتر من كده. انا عايز اعرف حاجه واحده.
انت اللي دخلك الشقه عند خطيبتي. ما تسال خطيبتك، انا كنت واقف وهي اللي دخلت عليا. سمير سمير، هي كلمه واحده بس، دخلت لقيت في بيت خطيبتك شحتين، هتعمل ايه يا ذكر؟ انت لو دخلت على خطيبتك الشقه ولقيت معاها شحتين هتعمل ايه يا ذكر؟ هروح انادي اخواتك يجوا يدوله علقه. هروح انادي اخواته يجي يدوله علقه. يلا يا سمير فيكو، خلي كده اروح انا ادهن لهم. شكرا دول اختمك في خطيبتك. خلاص يا سيدي خلاص، كفايه هتتعبوا. متأسف جدا، بس ممكن أأجل السفالة وقلة الأدب دي وأسأل سؤال؟ أنت مين يا عم؟ أنت عايز إيه؟ مش ده بيت الأستاذة علي والأستاذة هيام؟ أيوه هو بيت الزفت علي والزفت هيام. فين سألك يا جدع؟ فين سألك يا جدع؟ بقى تخلصوا. هو مين حضرتك ومين اللي معاك ده؟ مستر توم كروز. فعلا هي مهمة صعبة. ما تهدي شوية. وحضرتك تطلع مين؟ أنا أنيس عبيد. بتاع الترجمة؟ أيوه. قولوا ربنا. أنت بتابع؟ والله يا أستاذ بشوف كل جمل حضرتك بس بتعدي بسرعة كده بلحقش أقرأ. شفت لي كابتن مصر وزنقة ستات؟ زي العسل يا أستاذ. ترجمتي. ما كفاية تفاهة بقى، خلينا نعرف الناس دي عايزة مننا إيه. إيه يا عم أنيس، أنت وتوم كروز بتاعك خير؟ أمره. شوف إحنا عايزين نخرجكم من البيت الزبالة ده. تخرج مين أنت؟ اتجننت؟ اهدي بس يا مدمازيل، انتوا من النهارده خلاص مش محتاجين بيوت، انتوا ورثتوا مقبره. انا افهمكم ببساطه، مستر توم كروز يبقى خبير اثار عالمي، جاي النهارده عشان يقول لكم انكم ورثتوا مقبره مليانه اثار. لا انا مش فاهم حاجه خالص، انت لازم تفهمنا واحده واحده. انا هقول لكم. جدكم الامير علي الحطب واسمه الحركي بيس، هو الابن السابع للملك حنتيس. الله يرحمه، كان اسم على مسمى، كان راجل بيس فعلا. في يوم قام من نومه على كابوس رهيب. الحقيني يا عمبا كدك موي يا بعيد، افزعتني من احلته نومه. انتظري هنيها، لقد حلمت بكابوس رهيب. حلمت خير، اللهم اجعله خير، ان في عصابه شريره هتسرق كل حاجه، الهرم وابو الهول والمعابد، حتى مجوهراتك وسيختك هيتسرقوا من البيت هنا. بقولك ايه؟ اذا فقد حلق واحد او اسبر الثعبان من بتوعي قسما عظما لبعتك مقبرة شبرا عند امك سعدية بلبوس. لا عايزين نلبس حاجة، ما انا مشلح اهو. الصبر، فلدي اجتماع هام اليوم مع الوزير والكاهن في تمام الساعة الثالثة في ام شارب، وساجد الحل. توريني التاج ده الله يسترك. اتصرف يا عالم حطب، الرب معك. كحلاتي ومجوهراتي. ما خافش لا على المسلات ولا المعابد ولا الهرم ولا فيصل. خاف يرجع لأمه بلبوس. حكى الحلم لوزيره المخلص. أيوة وزير سمرميس. هو جت حل؟ الحل يا مولاي عند ساحر السيرك الفرعوني الساحر ميدحت. انت متسقف على ايه؟ ما هو بدأ ميدحت؟ هذا اسمه فرعوني؟ ما هو ساحر بقى يا مولاي. تفضل يا مدحت. انت خايف؟ انا خايف؟ امال جايب امك ليه هنا بتونس بيك؟ يا ابو امك دي انت بتكلم عتار، بتكلم عتاس ولا ايه؟ انت بتكلم الملك يا كلب؟ اه هو ده الملك؟ انا عارف والله العظيم يا مالي، ما اعرف والله العظيم، مطبقني امبارح ولسه شايف سجارة بانجو مش فاهم. بانجو انه يقصد يا مولاي بعض من حشائش السافانا في غاباتك يا مولاي. انت معاك فلوس؟ انا معايا فلوس؟ يا ده انا الملك هنا مش جوز امك، انت في ما تفهمه حاجه ده. عايز تخبيها؟ عايز اخبيها. طب ما تخبيهم معايا. انت جايب لي ساحر حرامي ده عايز ياخد الفلوس. خلاص خبيهم معايا. انتوا جيتوا تصوموا عليا يا ولاد الحراميه. واد يا مدحت عندك حل ولا ما عندكش؟ قال لي ايه بس؟ والله انا ساحر غلبان، اقعد في فرخه اطلع ارنب، انا مالي؟ انت جايبهولي ليه؟ والله يا مولاي انا لقيته في المملكه يا مولاي، وهو حلف لي ان هو ساحر. انت مش حلفت انك ساحر؟ طب ما بجد فيها كدب يا كداب ليه؟ ولا انت بجد ساحر؟ يلا انا طويل في السن اهو. طويل في السن واحنا بنتكلم في التليفون يا كذاب؟ ما انا شايفك. وابونا بكذب. بتوقعني مع انت ملك؟ بيس راح لقى سمرميس قاعد مع ساحر المعبد مدحت. اللي اقترح عليه يدفن كل المجوهرات في مقبره، انه يعمل له عليها تعويذه
ما تفتتحش غير للحفيد رقم 555. دي مش كولونيا على فكرة. بيس أمن لهم ودالهم ظهره لبرها. للأسف حاولوا يعملوا معاه الجلاشة، لكن مين ده؟ بيس المغرود. يعني المقبرة دي انا هقوله ما تتخضوش، 500 مليون دولار. واو الحق. معاك عربية نروح بيها ولا ناخد تاكسي؟ ده بقى باب المقبرة اللي مش هيتفتح الا بوجود الحفيد رقم 555. حفيد رقم 555؟ يس. طب جده بعدها على نفسه ليه كده؟ ما كده عمره ما شاف المجوهرات، لا هو ولا سيدته الله يرحمه. عشان كان غبي. ايه؟ والوزير اللي معاه غبي، والكاهن اللي معاهم هما الاثنين اغبى منهم هما الاثنين، عشان كده رجع لامه بلبوس. انت ازاي تتكلم على جدنا كده؟ ما تنطقش. خدني وانا اعرفه. بقول لك ايه يا استاذ انيس؟ مين اساسا الحفيد رقم 555 ده؟ ابننا من هيام. ايه؟ انت عايزني اتجوز واخلف من البني ادم ده؟ اتنقلي وانت بتقولي. بقول لك ايه يا استاذ انيس؟ انا هوريك الليله. انا والبيت دي اساسا ما بنتهش بعض. انا عندي فكره. احنا نجيب 2 مقاولين انفار يدشدشوا ام الباب ده ونخش نجيب الكنز، ايه رايك؟ 2 مقاولين انفار يدشدشوا ام الباب واجرتهم عليا كمان. مش هينفع يا عم القور. الله ليه بس؟ اي محاوله غير اللي انا بقول لك عليه ده اهو، المعبد كله هيتهد فوق دماغ ده ونضيع كلنا. فتلموا. ها هتتجوزوا؟ طالما نفختي كده يبقى هتتجوزوا. اتجوزك بس على شرط. لحين يا ام علي، هي ما عندها شرط عشان تتجوزني. ايه هو الشرط يا اختي؟ انا هتجوزك بس هفضل بنت بنوت زي ما انا. انت بتضحك عليا يا راجل. تيجي ازاي يا بنت؟ ها تيجي ازاي؟ اتصرف راجل انت ولا مش راجل؟ والله الرجاله بيتصرفوا. انا راجل غصب عن عين ابوك اللي قاعد ده، بس لو عملت اللي انت بتقولي عليه ده بقى مش راجل فعلا. مالكش عندي غير ورقه الجواز، لكن احمل واخلف وارضع واقرع ماليش في الجو ده. انا مش هعمل كل حاجه لوحدي. قلت لك اتصرف. اتصرف ازاي من وجهه نظرك؟ على فكره في رجاله كتير بتعمل عمليات تحويل وتقلب ستات وتحمل وترضع عادي. عايزاني اعمل عمليه تحويل؟ عليا النعمه لو ما اتعدلت يا بنت لحولك لذكر بط. انت فاهمه ولا لا؟ بس بقى اسمعوا، انا جمعتكم النهارده علشان عايزين نعمل هدنه من الخناقات اللي بيننا وبين بعضينا. تصدق أول مرة في عمرك تقول حاجة عادلة. تسلمين يا أم علي. وبعدين في حاجة كمان، الراجل اللي اسمه توم ده عارف عننا وعن عيلتنا كل حاجة، وإحنا ما نعرفش غير مكان المقبرة اللي هي التربة دي. نضمن منين إحنا بقى إن الراجل ده ما يروحش ياخد الكنز اللي في المقبرة دي ويفلسع ويسيبنا إحنا بلابيص؟ صح. أنا شايف إن إحنا لازم نراقبهم ونعرف كل تحركاتهم عشان ما يغدروش بينا. صح. تصدق بدأت تفكر كويس. هلا ايوه بس مين اللي هيراقبهم؟ مين اللي هيراقبهم؟ يا مؤاخذه بس علي في 10 كراسي اتكسروا في الفراشه تحت. في ايه؟ تبص لي كده ليه؟ ربنا ما انا اللي كسرتهم. يا الله. طب ما السياحه رجعت اهي. السياحه ولعت. مش هنتجوز بقى يا علي؟ اتجوز ازاي يا ورده؟
وانت حطيت العقده في المنشار وقلت لي عايزه شبكه وشقه وفرح، اجيب منين؟ إيه؟ مش انت ورثت؟ لا لسه ما ورثتش، عشان اورث في وصيه معينه لازم انفذها، وده الموضوع اللي انا جاي اقول لك عليه. موضوع ايه يا ايام؟ ورطرتيني، انا مش عارفه ابتدي منين وانا عارفه انك رهايف ومش هتستحمل. بالاخر كده لو ما اتجوزتش البنت هيام وخلفت منها مش هورث ال 500 مليون. طب ما كنت قلت كده من الاول. مبروك يا هيام. اوبا نكمل. تمام، شاكر قوي يا دقله. ربنا يخليك. دقله يا باشا، ده يا باشا حرام عليك، حرام عليك، ده انا متنكر ليه كده؟ هو انت شكلك ما كانش كده؟ يا باشا انا انسان طبيعي. انسان طبيعي؟ هو في انسان طبيعي اسمه دقله؟ تعال تعال حبيبي تعال. حرام عليك والله العظيم، ده انا تعبان معاك من الصبح والله. شوف يا دقله، انا عاوز اعمل معاك ديل. ليش؟ مش هيفهم ديل، هو الحاجات دي مش هيفهمها. مرمه، سبوبه، نحتايه. مصلحة. مصلحة. أيوة. مصلحة ولا مروحة؟ مصلحة ايه يا طيب؟ هقول لك انا عايز عينيك ما تقفلش عن الواد اللي اسمه علي والبنت اللي اسمها ايام لغاية ما يخلفوا لنا الورث. ما ينفعش ما ينفعش يا باشا، انا اصلا المفروض برايب كنت وانا الاخبار كنتوا. ولد ده جميل. تفتكر مستر توم الايتمز اللي معايا ممكن تخليه يتزحزح؟ اصل انت ما تعرفش دقله زي ما انا اعرفه. عارف اني واحد تاني واللي باقي واحد تاني وانا بستعمل غباء الاولاني. اقفل الزفت ده، مالك فيه ايه؟ انا جيت عليك يا علي، كسرت كام كرسي؟ ما كسرتش، سرقت من راجل المحل. يا ريت. امال حبيبتي ايه؟ انا خاين يا علي، انا برابك انت اقول لي انيس وتو. بعتني بكام يا زباله؟ 3000 جنيه معلومه. قولي وربنا. والله العظيم. وندمان يا ابني العبيطه، ده انا لو ادوني 50 جنيه اروح بنفسي ابلغ عن نفسي. يعني اكمل عادي؟ كمل ياض ودوس. بس بقول لك ايه؟ ايه؟ عايزك تبقى عميل مزدوج هنا. يعني اخد 6000 جنيه؟ لا، هتاخد نفس الثلاثه ونقسمهم انا وانت مع بعض. اه بس ده يبقى غش يا علي. غش ايه يا غش ايه؟ ده انت هتبقى زي رافض رجال. بجد والنبي؟ هو النعمة. ماشي. ربنا معاك يا دقله. ربنا معاك يا علي. دقله. مصر. في ايه؟ ما هما لما بيقولوا مصر بيحضنوا بعض. مصر القديمه فيها فرح، هتتنقل تروح تفرشه بعد بكره. يوه. شايفين الحلاوه؟ شايفين الفيو؟ عمار يا مصر الحقيقه، عمار. فرحكم ان شاء الله هيبقى تحت سفح الهرم. الهرم شكله اتغير قوي، وبعدين انا عندي تساؤل، يعني هو ايه اللي جاب ابو الهول جنب الهرم كده؟ بلد مزنوقه يا ابني. بيبيعوا عصارات؟ لا مش ده المعنى. نصنا احنا لازم نقف جنبها. بقول لك يا راجل يا نصاب، انت قلت لي هتعمل لي فرحه الهرم، انا هنا فين؟ احنا في مدينه الانتاج الاعلامي. فين؟ مدينه الانتاج الاعلامي اللي بيعملوا الافلام والمسلسلات والسيركم. ليه عملت فيا كده؟ ما وديتنيش الهرم ليه؟ زحمه جدا وغالي طحن. غالي ايه وانا هشتريه؟ هتعمل لي فرحه مدينه الانتاج الاعلامي؟ ده عمرو اديب ولميس الحديدي ما عملوهاش. طب في مفاجأة تالتة هقولها لك ولا ايه؟ لا لا قول خلاص قرب. واحنا جايين مع بعض في العربية قال لي ان في مفاجأة، ان شهر العسل بتاعكم هيبقى في الأقصر وأسوان. حلو ده. اشمعنى الاثنين؟ الأقصر وأسوان حيث المعابد والآثار، فنفتجر الورث واللي هاها. على فكرة بقى نزلة السمان هتدي نفس الإفكت. نزلة السمان تجيبي بنت بالكتير، واحنا عايزين ولد الورث وتلمي بقى. ما تتنقلي تقعدي وتسكتي، انتي بتوفري لهم، عايزين نتفسح. حلو الأقصر وأسوان والجو ده حلو. لا لو فيها فسحة بقى أنا مش هسافر من غير سمير. أنا ما بسافرش من غيره. أوه إريال بيقول لك ما ترجمش يا ريس، هي واضحة ومفهومة لوحدها. أيوه ويسعدنا ويسعدنا حبيبي يا عم عماد حبيبي. يلا ينزل يا استاذ انيس، الشنط دي انت سارقها ولا ايه؟ سارقها؟ جايب لكم ليرت براندات وسينيهات هتنضفوا بقى. انت شايف مراتك لابسه ايه؟ انا ما شفتش وشها من ساعه الفرح. حلوه دي يا جدعان، الناس نظيفه قوي. اوبا صباح الخير. صباح الخير، مبروك. سعيكم مشكور. مبروك يا عروسه، ما شاء الله زي القمر. ميرسي قوي، شكرا.
والله لو عجبك شيلها. ايه ده؟ شالوه وحطه عليك يا بعيد. بعدين شايف يا استاذ اليسا اللي مش هيجيبها على الصيد ده، اطلع بره الموضوع. مش دعوه علي. علي يا ابني، علي عليا النعمه تتعمل معاك الصح ولد. معلش يا فندم، دي طقوس الجواز عندنا زي ما تقول كده، سلو بلدنا. وات از هي دوينج؟ بيقول ايه ده كمان؟ بيقول لك ثلاثة بالله العظيم لو ما تلميتها ولاد الكلب يا زباله لا نمشي ولا هتطول ولا ورث، وكمان هنسيبك تدفع الفود. ايه كل الرغي ده؟ ده هو قال وات از هي دوينج. طب اتفضل شيلها وعلى اوضتك. شيل مين؟ راسي بقى، راسي بقى والله. ادوه لا بس دي العيال دي الحيوان. ودي مين الحته دي يا؟ عشان تعرف بس اللي احنا مش قليلين. دي عشيقتي ولا يا سعاد؟ Sorry, I don't understand. What are you talking about? انت لو سبت لي بس انت نفسك اقسم بالله والمصحف الشريف وعهد الله والله العظيم ما هتعمل حاجه. ده بيحلف بس. بس بقول لك ايه، ركزي معايا، انا هفنش المصلحه اللي في ايدي دي واجي نقول يا تساوي. اوكي مصلحه يا قاتل. شي لافز مي، بتموت فيا. يا بنت العضاضه. فين يا عم الاوضه اللي جايه دي على طول؟ وانت لازم تاخدها بعيد قوي كده، انا ظهري وقف. على ناصيتين اصلا. كنت تتفضلوا معانا احسن. نو. انت بتقول ايه يا عم؟ مش وقتك خالص. حتى دي مش مهمها، ولا اخش عليها بلدي واخلص. ايه الادب والسفاله دي يا بني ادم انت؟ الراجل عاوز يطمن عليك يا حلوه. يطمن على ايه يا بنته؟ بس يا عم كده بس. بقول لك ايه يا نجم، ما بعتلكش اكله حلوه عشان ترفع راسنا؟ اهو النبي، انا واقع من الجوع. وحط العصايه دي على البنت بتاعتي. لا ده البنت بتاعتي دي. لا ده انا عينيا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حاسس ان انا شايل ذنوب يوم القيامه. بس اتفرج على التلفزيون، في ماتش النهارده الاهلي. مفيش فرجه على التلفزيون. هات صح، عندك حق، مفيش وقت نضيعه. تعالى اقول لك ايه، عارف انا مستني اعمل فيك ايه عشان فضلك خليتك دي. بقول لك يا بنت انت، اصر على نفسي شادر ليمون وهبلعك بكوبايه ميه عشان اخلص من الليله السوداء دي. هما 9 شهور لازم نجيب العيل. تعالى تعالي علاقة. لو جربت تلمسني تاني هقتلك بجد المره دي. يا بنتي المفتريه، انت قطعت نفس امي. انا اصل لو عايز اقرب منك مش هعرف. بقول لك ايه، انا مش في الكلام ده. انا هتبين اقول للاستاذ عيسى وهو يبين يشوف صرفه معاكي. ارهاب الزوجه وعدم اشعارها ان هي ده النهارده واجب قومي عليها، واجب وطني لابد انها تعمله، والا هتتحاكم. واحيانا كتير بيبقى غير موافق لدرجه ان هو ساعات بيهددها، هقول لوالدتك، هقول لباباكي، هقول انا هندها بقى لامي وتيجي تشوف حل معاكي. انا بقول الكلام ده بيحصل. لا انا قلت اقول للاستاذ انيس. لا دكتور، هل بالضروره انه يحدث يوم الدخول يعني؟ ولو ما حصلش يبقى يعد هناك مشكله؟ في رقبه هتطير، هيكون في مصيبه يا استاذ عمرو. امال هم سموها ليله الدخله ليه؟ ما كانوا سموها ليله الملاطفه. ايه الكلام ده؟ ايه يا ولاد سكتوا ليه؟ ده احنا متابعين من بره وفرحانين قوي ومزقططين. في ايه؟ ايه يا عم في ايه؟ اتصنطوا علينا ولا ايه؟ انيس والنبي خدني من هنا دلوقتي حالا. اخدك من هنا ايه؟ عمل فيك ايه الحيوان ده؟ حسابي معاك بكره. بكره؟ احنا لسه هنستنى لغايه بكره؟ انا مش هبات معاه النهارده. اهدي بس، هتدي له حبايه من الشريط ده، قالوا عصير ينيم جمل، حبايه واحده. اوعى تدي له اكتر، احسن سكته قلبيه واحنا محتاجين الميه. انت بتقول لها ايه يا عم؟ ابدا سلامتك. جايب لكم عشاء يا ولاد الورود، جبت كتيبه مش عيل واحد. ميرسي يا انيس. لا لا علي. انت لسه مغيرتش هدومك يا علوة؟ حلو يا بنت، انت هتصاحبيني؟ ما تظبطي غير هدومك بقى عشان نغيظ استاذ عمرو الليسي. هو في ايه بالظبط؟ انا الحقيقه بضعف قدام الاساليب الحقيره دي. دي مش اساليب ولا حاجه. الله، مش انت جوزي وحبيبي وحلالي؟ ما انا بقول كده من الصبح، بقول كده انا. علي. ايه يا حبيبي؟ علي ريحتك وحشه. انضف من ريحه امك الزباله. ما بطل قله ادب بقى. ايه يا بنت، اتحولتي تاني ولا ايه؟ يا حبيبي ما انت اللي بتنرفزني. خليك رومانسي. خليك رومانسي واشرب العصير ده وخش خد دش على ما البس لك قميص النومه. عشر ثواني وهديك. مش محتاج دي يا خواجه. خد. نبت القرود. انت معلم منك بين اتعلم النبوس. علي
يا ولد عيب كده، ده انا كلها بدقه. هات امك خش خد دش. ايه الكرش ده؟ فين النسوان اللي هنا؟ النسوان يا علي، النسوان يا ولد، فين النسوان اللي هنا؟ فين النسوان يا ولد؟ وبعدها لك هفضل عيد وزيد فيها كل شويه. هو طلب واحد من ساعه معرفتك مطلوب منك، مش عارف تجيب لي عيل؟ هات تعيل. ايه يا استاذ انيس؟ انا كان عليا انا العيل ده ممكن اجيبه ان شاء الله من دقله. ايه يا اسطى في ايه يا اسطى؟ وانا عشان شعري طويل وخدت البت مني ونزلت البسينه تفهمني غلط ولا ايه؟ بس هات تراخ. مش عارف تجيب حته عيل؟ وري لها العيال الحمراء. استر الله دول. ذبح لها القطه. من عينيا الاثنين، هذبح لها القطه بس بكره الصبح. النهارده العباد في قطه. نعم يا اخويا. اللبس المشلح ده وخارج على فهم غير اذني. وانت مالك؟ انت بتمد ايدك عليا يا علي؟ انت جامد؟ انت خلاص خالص؟ انت متجوزة علي مراكيب يا هانم اللي هيسبحك بعلقة ويمسيك بعلقة ويضربك لحد ما تقولي كفاية؟ كفاية ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي انا شفته ده؟ ايه شفت ايه؟ مراتي وبتضربني عادي مفيهاش حاجة يعني. I can't believe I lost my cat. Really I need my cat right now please. يا فندم 10 دقايق تكون موجود. يا ابراهيم اظن مش محتاج افكرك ان القطه دي امريكيه، يعني لو حصل لها اي حاجه كلكم مرفودين. انت ايه اللي جابك واللي انت شايله في ايدك ده؟ ده ثعلب قطه. قطه يا اسطى في ايه؟ ايوه جايب قطه ليه؟ مش قال لك بحلال القطه؟ ده ايه يا حبيبي؟ بحلال قطه. طب اتفضل اخد القطه اللي انت جايبها دي واتفضل من هنا انت وهو بدل ما هو. Please do something for me please. I really need my car. انت القطه دي بنت انت بتعمل نفسك بدل ما تذبح القطه دي وتبيعك الكمال. اثبت مكانك وهو هتذبح القطه. ويت ما احنا عادي. حضرتك امريكيه؟ حضرتك انا اول مره اشوف الكات دي دلوقتي حالا. يا فندم احنا متشكرين جدا، مش عارفين نشكرك ازاي على حضرتك عملت معانا. انا على فكره سبت عشان مستر انيس بس. فين دقله يا عم؟ انا مش همشي من غير دقله. لا دقله بيكشفوا عليه بيعملوا فيش تشبيه، شاكين ان عليه احكام وهربان منها. شاكين ايه؟ ما هو عليه احكام فعلا. بعد اذنك. اتفضل يا فندم. ما تخلص انت كمان من الموضوع ده ولا محتاج مساعده؟ مساعده مين يا جدع؟ ده انا ساعدت نص عرسان مصر. اكثر الطرق للمراه قلبها. دي ما عندهاش قلب يا استاذ انيس. كوزين دورة كلمتين حلوين كورنيش وادعي لابو انيس. والله انا شكلي ادعي عليك. ما تمشي بالراحه شويه، احنا داخلين سبق. والله ما حدش قال لك تيجي تمشي معايا. يعني سيبك تمشي لوحدك. تيجي نروح ابو سمبل عشان نخاوي سمبل. ما تقابل يا داكر. ايه؟ شوف شوف جميل. مال عينيك هنا ولا ايه؟ لا مش مال عينيك يا ابو طويله. يا رد السفر مش متوقع خالص ده. تيجي معانا وسيبك من لا 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 وكباتل كده كتير. والله العظيم كده كتير. بقول لك ايه؟ واضح ان هم عايزين حد يروح معاهم. انا هروح معاهم وانت روحوا. اجري. ايه يا نيك؟ اه اه رجاله. اه اه هو بيعدي بيعدي في الشارع ده ولا ايه؟ اللوع يامه كانت على استاذ انيس ما كلهاش حرامي خشب في مصنع الكراسي. لو العيال ايه محترفه يديك يوجعك وما يعلمش عليه. يعني انت يا اسطى لازم تعمل فيها عنتين الاقصر. ايه يا دوله مراته بتعاكس كان هيعمل ايه يعني؟ يعمل عبيط. لا انا ما اسمحلكش. او علي فيه كل العبر. اه بس علي راجل. معلش يا حبيبي. بس علي ايه؟ علي راجل. الله. نجيب اتنين ليمون شجرة صغننة كده وقلب. دقلة يلا بابا عشان نروح معبد فيلة. ما بحبش الفيلة انا قاعد. طريق الكباش افرجك باباك ومامتك. قوم حيوان. تقعد يا استاذ انيس. لا طريق قوي انا. هو انا جريت وسبتك اه بس ده ما يمنعش ان انا كنت خايفة عليك قوي. انت بتعرفي تتكلمي عدل اهو. ايوه بعرف اتكلم عدل وطول عمري بس انت اللي مش فاهم. علي انت ليه مش مصدق ان الموضوع مش غلاس عليك؟ انا مش عايزه ابيع البيت علشان جد الله يرحمه هو اللي وصاني بكده. ايه ده؟ وانا عمري قلت لك ان انت حلوه قوي؟ لا انت عمرك ما قلت لي كده.
عمري ما سمعت منك غير شتيمه وسفاله وقله ادب ووقاحه. وانت يعني اللي بتسمعيني الاطلال ده؟ انت لسانك طول كده. طيب بقول لك ايه، ما تيجي نحاول نفتح صفحه جديده ونعمل بعض باحترام شويه. موافقه. طب يلا على الاوضه. برنامج الاستاذ عمرو الليسي والدكتوره هبه فاضل عليه ربع ساعه يا دوب نلحق. يلا. انت بتضحكي بعد ما جدع الشلفط بسببك. ورده انت اللي جابك. جيت عشان وحشتين. عندك اهو اشبعي. اه يا هيام، هيام تعالى هنا. انت رايح فين يا جدعان؟ مش قادر. في ايه؟ مراتي اروح وراها. مرات ايه يا ابو مرات؟ احنا ما اتفقناش على كده. ورحمه ابويا اطلع من هنا على النيابه على طول وقدم كل وصولات الامانه اللي انت كاتبها على نفسك واشوفك بقى يا حبيبي مشرف على البرش. ورده وحشتيني هبل هبل، بس يعني انا لازم اروح الحقها. ليه؟ لان دي المصلحه دي اللي هنقفش منها الفلوس اطلقها ارجع لك. بس انت خليكي قاعده زي ما انت كده حبيبتي. اوكي يا هيام. ماشي يا علي، اما اشوف اخرتها معاك. هيام ابعد عني يا علي. والله العظيم اعرف ان هي جايه. انت كداب وانا مش طايقاك. يعني ازاي مش طايقاني وبتضحكي في وشي واي كلام وخلاص يعني؟ سمير. سمير مين؟ سمير ده يا علي، ايه رايك في المفاجاه دي؟ مفاجاه زي ده بالظبط اخر حاجه اتوقعها ان انتوا هنا في الاقصر. ليه يا سمير؟ اذا كنت انت اللي موصلنا بنفسك محطه القطر. انا؟ امال امي؟ امال انا ليه قاعد اتوقع طول الفتره دي؟ عشان انت حمار يا سمير. ما تغيرش الموضوع يا علي، انا عايز اعرف حاجه واحده بس، اللي موقفك مع علي في وقت زي ده تحت شجره زي دي؟ عندك حق يا سمير، انا اسفه. وحشتني قوي قوي يا سمير بجد. دي الاقصر نورت. وحشتني ايه ونورت ايه وشجره؟ انت عبيط يا ابني، دي مراتي وخطيبتي. ايوه بس بقت مراتي. ايوه بس كانت خطيبتي. اه ده انت كنت تضرب في الاقصر بقى يا سمير. علي بلاش تفرج الاقصريين علينا. ايه وردتي يا روح قلبي جاي لك على طول اهو. وحشتيني. ايدك يا ابني، ايدك يا حاج، عشان انا مش فاضي اساسا. اوعى عندك هيشربها. اوعى. اقف يا علي، اقف يا جبان. انا وحشتك بجد؟ لا. طب انت وحشتيني؟ معرفش. طب انا هبات فين؟ والله العظيم لا بات هنا معاكم في الاقصر. بس بقى استني. طيب استنى استنى بس استنى عشان دوخان النيل. طيب اتوقعني يا سمير. يلا. ايه يا علي، بقالي ساعه بكلمك وما بتردش عليا. طب بقالي ساعه ما بردش عليك عشان تفهمي ان انا مش عايز ارد، وانا لازم استنى 10 ساعات ما ردش. ليه بقى غيران على المدام عشان خطيبها جاي يشوفها من مصر؟ انت بتقولي ايه؟ انا غير من سمير؟ طب بصي لي. طيب بصي لي، ايه الاحراج اللي انا فيه ده؟ ما الناس كلها كوبل زي ما بعضهم ومبسوطين. بصي البنت بتبص للواد ازاي؟ بصي المتعه اللي فيها الاثنين دول فيها ايه يعني؟ ما تبصي لي يعني. بصي بس بقى يا سمير، الجو حر فرهطتني. بقولك ايه، انا جيت هنا عشان انت زهقتني وقعدت تزن وما رضيتش تنزل من على وداني. بس كلمه كمان والله همشي واسيبك. ها سمير يا حبيبي. سمير يا مين؟ يا حبيبي. حبيبي ايه؟ امتى ده؟ امتى سمير؟ هو انا عمري ما قلت لك ان انا بحبك قوي؟ ده انا يعني انا عمري ما قلت لك ان فلوس الدنيا دي كلها ما تساويش لحظه واحده عايشها معاك؟ انا مش فاهم المركب بيقت كده ليه؟ ايه المركب الزباله اللي احنا فيها دي؟ انا اعرف ان المركب دي بتطلع ناس بيئه ما كنتش طلعت عليها اساسا. بيئه؟ بس اوعى كده. طب انا يا سمير. طب ارد انا. مين دول اللي بيئه؟ على فكره احنا هنا بفلوسنا، وسمير دفع فلوس كتيره قوي عشان يفسحني على المركب، صح يا حبيبي؟ يا هيام انا ما بحبش اقول الكلام ده. ايه يا نجيب يا ساويرس؟ انت فاهمها انك دافع فلوس؟ طب انا بقى حلوه ان المركب دي تبع الفندق يعني بلوشي. استفدت ايه؟ استفدت ايه يعني؟ استفدت ليه بتضيع الكذبه الحلوه دي؟ بس هذا عبيط انت. مين اللي عبيط؟ مين اللي اوعي كده؟ اوعي امسكي. طيب اوعي انت. طب اوعي من هنا. اوعي. مين اللي عبيط يا علي؟ عبيط تانيه يا علي، واقسم بالله لا اجي لك اوريك شغل. وليه؟ ما كفايه عبيط الاولانيه واجي لك انا. عايز ايه؟ عايز ايه انت اللي جاي؟ لا انا جاي بس افصل شويه. سجون الحوت اللي في مارينا حوت علينا لا ياكلك يا سمير. انت ما تعرفوش يا علي ان انا برج الحوت. اه فايه بقى؟ فايه؟ فاكيد يعني الحوت لما يطلع يلاقيني برج الحوت فيقول لا ده سمير عادي يعني. بعدين احنا اتفقنا على ايه؟ بص لي هنا يا علي، مش قلنا نقسم المركب نصين زي الاستاذه سعاد حسني والاستاذ شحات ابو كف؟ ولا لازم احط ملايات؟ ابو كف؟
طب تعالى بقى اكلك كف على قفاك يزغرط. ثواني يا علي. تعالى يقف. ثواني يا هيام. ثواني. قول. اتفضل يا علي بيه. امشي. غبي غبي غبي. قول. صحابي. انت يا اختي فرحانه بلمه الرجاله حواليكي. بقول لك ايه، انا مش ناقصاكي خالص، بتاعت الفراشه انت. انا بتاعت الفراشه؟ طيب والله لو اوريكي. انا عايز اعرف حاجه يا علي. انت ما تحبنيش ليه؟ طب سيبك مني انا يا سمير، اذ كل اسم شخص واحد في الدنيا بيحبك. امك الله يرحمها ماتت وهي بتولدك، قالت لك كده امتى؟ بس لو كانت عايشه. بس يا سمير بس. ايه بقى؟ ايه يا علي؟ ده هيام وقعت في الميه. ايه؟ وانت بالبرود ده عادي كده؟ انزل هات يا ابني، دي خطيبتك. ايوه بس مراتك. ايوه بس كانت خطيبتك. ايوه بس بقت مراتك. احنا هنقف نستظرف والبيت بتغرق. خد ده، الموبايل ده عليه اغلى ما يملك. ها؟ عليه افلام قبيحه؟ عليه العوض ومنه العوض. طب علي الباسورد. والله لا بوظه. ده بقى ده. علي. نعم. هو انت نطيت في الميه ورايا ليه؟ مفيش، لقيت الدنيا حر وقلت انزل اخد غطس. يعني ما نطتش عشاني؟ لا، في جزء عشاني. بني ادمه بتغرق قدامي، ده لو في كلب بيغرق كنت نزلت جدا. ماشي يا علي. طب انت عايزه تسمعي ايه؟ انا ستي بصراحه حسيت ان انا خايف عليكي. لقيت نفسي فجاه. طيب انت حسيت ان انت خايف عليا ليه؟ عشان بنت عمي. بس عشان بحبك. قولها تاني كده. عشان بحبك. ايه يا باشا؟ ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ سرعت امي، مالك؟ في ايه؟ مراتي. ما كله بيقول مراتي. كله بيقول مراتي. انت مالك؟ انت سوق، انت ساكت؟ معاك رخص ولا لا؟ معايا رخص. طب خد دي. Yeah.
هتبقى اب يا لول. عفارب عليك، رفعت راسنا، الف مبروك. الله يخليك يا استاذ انيس. بس في حاجه صغيره كده انا مستغرب منها. بس خير؟ اختبار الحمل طلع فيه شرطتين، هل معنى كده ان هي حامل في توأم؟ حلوه والله، حلوه. حلوه طبعا. لا نتكلم بجد بقى، انا عايز اشكرك يا استاذ انيس. اشكرك على ايه يا ابني؟ لسه بدري، 9 شهور وولاده وكنز. لا لا، انا مش قصدي على الكنز، انا عايز اشكرك ان انت جوزتني هي ام التعامل. انت حبيتها توتا ولا ايه؟ ما تكسبنيش بقى يا انيس بقى. يبقى حبيتها. ما قلنا ما تكسبنيش يا جدع. وانا قلت لك حبيتها. ايه الكابوس اللي احنا فيه ده؟ انا هتجنن. ده حبها وحبيته واحنا زي المقاطف. اتكلمي عن نفسك يا ورده، انا مش مقاطف. ورده، هو مقاطف دي من اللي اخترعها ومعناه ايه؟ انت سايب اللي احنا فيه وعايز تعرف ايه مقاطف؟ وانتوا كلكم بتزعقوا لي ليه بقى؟ انا بفكر في الانتحار. انت اكبر من كده بكتير. لا ما انا بفكر بس. ده خد منك خطيبتك، اعمل اي حاجه. والله عايز اعمل، بس اعمل ايه مش عارف. هي كيميا هنقع عليه وهي في بعض. عشان كلهم وهم ماشيين؟ سمعتكم. سمعت كل اللي بتقولوه. احنا اللي صوتنا عالي. لا انا اللي شاطر واروح ابلغ عنكم. ده رايي يا دقله. هو انت مش قبضت عشان تنقل اخبار علي الانيس؟ حصل، وعلي الواطي اسامهم معايا. طب انا هديك قدهم مرتين، بس تعمل اللي بقول لك عليه. اعمله واعمل ابوه. وانا ممكن اعمل اي حاجه، اي حاجه، بس هيام ترجع لي. اسكت انت بس، اسمعوني كويس بقى. علاقاتك برجالاتك يوم ورا يوم يبقى مسلامات. ربنا يخليكم يا رجاله، الفرحه وصلت والله، بس من غير غنى عشان صوتكم زباله قوي الصراحه. ليه يا ابو علي؟ يا حسن يا ابو علي يا كفيف. انت من غير غنى بقى يا اخي. مبروك يا ابو علي، مبروك يا عم، هتبقى اب. ايوه بس وعدني بقى انك تسمي سمير، حتى لو جبت واد يبقى سميه سمير. الله يبارك فيك يا سمير. لو اني يا جدع يعني حاسسها من ورا قلبك كده. لا والله العظيم يا علي، من جوه قلبي ومن قدام قلبي كمان. حتى اسال واد دقله. والله العظيم الواد داوي يا ابني. في ايه؟ احنا ماسكين ازايز بس لسه ما شربناش. صح، انا اسف يا جماعه. والله من قدام قلبي علي. بعدين انا احب لك الخير يعني، ده احنا اولاد منطقه واحده. اذا كان على هيام يعني، هيام يعني كانت بالنسبه لي بنت ماشي معاها وخلاص. بنت ايه؟ لما تحترم نفسك. خلاص يا علي، خلاص يا بنين الادب. خلاص بقى، معلش بقى يا عم بقى، احنا جايبين حاجات حرام بقى وقلنا نحتفل بمولود الجديد. لا لا مش هينفع دول، انا اتاخرت قوي، مش هينفع اتاخر اكتر من كده على ام العيال. والله العظيم لا انت متاخر يا اخي، يا اخي احنا هنحتفل بيك، والله العظيم لا انت شارب معانا الحاجات دي كلها. طب عليا الطلاق بالثلاثه، ما انا قاعد معاكم ولا شارب حاجه. فاكر لما انت قلت لنا عليا الطلاق بالثلاثه ما عادش ارد معاكم؟ كانت ايام حلوه والله. ايام حلوه ده كان من دلوقتي. بس حلوه يا ده سمير النقطه اللي انت قلتها من شويه. والله ما قلت حاجه، انا كنت بسمعها معاك. مين اللي قال؟ ده دول اللي كان بيقولها. يا راجل. اه والله. طب لو دول اللي كان بيقولها قولها انت تاني يا سمير. ازاي دي؟ خلاص يعني انت مصر تسمع مني انا؟ طب انا هقول لك يا علي. قول. مرة واحد اسمه علي الملاكين. لا على اسمي؟ لا على انت. اتجوز واحدة اسمها ايام الملاكين اللي كان خطيبتي انا. اه. فانا بقى يا سمير ما سكتش ورحت قعدت ادبر. وعدنا انا وورده ودود على يخرب بيتي. يا جدع عايزين نكمل حلوه والله. احنا يا نهار اسود، انا اتاخرت قوي يا جدعان. وبعدين وبحرمونا ان احنا هنوقع بينك وبين هيام ان انت تخش الورده زي فيلم سلام يا صاحبي لما دخل على سوسن بدر. طب بقول لك ايه؟ ما توديني للاستاذه سوسن بدر. يا انت وفرت عليا، متشكر قوي. يلا سلام سلام يا صاحبي. قلنا يا ما قلتي وانت قلنا واحنا قلنا. يا عم مين بيقول يا يلا نصبح على خير بقى يا سمير. لا مش هصبح على خير، انا انت رايح فين؟ ما دي اوضتك. علي علي اصبر بقى عشان ما نصحكش. الشهر انضر احلى وسهلا باللي بيحضر. حيب عليك يا عالي ومركب بتدور عالي. حيب عليك يا عالي ومركب بتدور عالي.
عشان تعرفها ايه؟ ايه؟ سيب ايدي يا علي، سيب ايدي يا علي. مش فضايح قدام الناس، تعال نروح الأوضة ونتكلم وأنا هفهمك كل حاجة. تفتكر إن ممكن أوضة تجمعني أنا وأنت تاني؟ أنا كان لازم أفهم من الأول إن الوسخ يفضل وسخ طول الوقت وما بيتغيرش. حتى لما ابتديت أحس إنك نضفت، قلت ليك بتعمل كل ده عشان أحمل منك ونجيب الولد وتاخد الفلوس. لعلمك بقى، الولد اللي في بطني ده ابني لوحدي، ومش هديه لاتنين أغراب عشان يروحوا يفتحوا بيه مقبرة ويطلعوا كنز. أنا مش هبيع ابني بالفلوس زي ما أنت ممكن تبيع أي حد عشان خاطر الفلوس. لا يا شيخ، وأنت ما اتجوزتنيش عشان الفلوس، ما بعتيش خطيبك عشان الفلوس، ما جيتيش معايا هنا الأقصر عشان الفلوس. كلنا بعنا، أنا وأنتي وأبوكي وأمي وكل اللي حوالينا باعوا عشان الفلوس، مش أنا بس اللي ابن كلب. لا مش أنت لوحدك، بس أنا من النهارده قررت ما بقاش بنت كلب تاني. أنا راجعة مصر يا علي. إيه؟ بربط الحبل ولا بنط الحبل؟ لا انت ما بتعملش حاجه خالص، انجز، هنتاخر. ما انا قصدها يا ايام، انت نجمه، اي نجمه بتاخر من 3 الى 5 ساعات في الطلعه. عايزين نطلع بقى، يلا. اهو حمني يا رب من غباء. علي انت ايه اللي جابك؟ انا جاي عشان اقول لك ان انت اجدع بنت انا شفتها في حياتي. علي كل اللي بينا انت هيمشي. علي ايه اللي جابك يا علي؟ امشي دلوقتي علي، احسن لك. انا بقالي 3 ايام بلعب كونغ فو، امشي بدل ما هينا. بلاش مشاكل يا علي، وتفضل امشي. ان كان علي في بطني انا هنزله وهنتطلق، وكل حد فينا يروح لحاله. عيل ايه اللي هتنزليه؟ انت مراتي وانا مش هطلقك. يبقى هخلعك. يبقى هخلعك، وحشه قوي في حقك دي. علي امشي احسن لك يا علي، بدل ما اعمل لك حركه الهونكشي فيها كسر الرقبه دي. خاف من هونك شي، لم شويه مشاعر ولم كده شويه، لم شويه. فاضيين اللعب العيال ده، انت هتفضلي معانا هنا في الفيلا لحد ما تولدي، وناخد العيل ونجيب الكنز. طلعت بتتكلم عربي؟ انت ما بقيتيش غريبة. اعرفك عزيز، مصري ابن مصري ومن صفة اللبن. نصابين بعد هالك، عايزك تتلمي كده وتعقلي عشان نقعد مع بعض هنا فتره طويله لغايه ما تولدي. في هدوء. تحب بقى اولدك طبيعي ولا سيزيريان؟ يبقى طبيعي. ما تتنيل تصحى، احنا جايين ننام. ايه ده يا علي؟ بتزعلي وانا نايم؟ ده النوم سلطان يا علي. ما تسيبه ينام يا علي، سيبه يا عم.
ده احنا بقالنا 9 شهور عمالين نلف من صباحيه ربنا لصباحيه ربنا، الشمس طلعت علينا برضو. ادي مراتي ياض اللي اتخطفت وكانت حامل زمان، دلوقتي على وش ولاده. يا ترى انت فين اهي يا حبيبتي؟ اهي يا ميتوت كمان حزقه سعد عيونك يا حلوه. انت اللي حمار علي. عشان كان باين عليهم قوي ان هم حراميه. ولما كان باين عليهم قوي يا زكي ما كشفتهمش انت ليه؟ انا كنت سايبك انت اللي تقفسهم. اقفسهم؟ تقفسهم. وانت ايه بتبص ليه كده؟ لا على فكره ولاد ناس جدا، انا مره وانا بقابلهم لقيتهم دخلوا حته فيلا جامده جدا. فيلا ايه؟ فيلا في التجمع. انت كمان عارف مكانها وما قلتش المعلومه دي ليه من 9 شهور؟ ما حدش سالني. ما حدش سالك يا ابن العبيطه. اركب. اوبا بسم الله ما شاء الله. الخالق الناطي ابوك نفس الشبح معفن برضه. اهي اهي يا دي الفيلا يا جدعان. متاكد كده؟ احتمال. احتمال دي يعني متاكد؟ ما اعرفش. احنا معانا واحد غبي يا علي. هو بس الغبي؟ انزل انزل. ما تخافش يا علي. هو انت الغبي معانا انت ايه؟ اوه نعمل ايه بقى في الليله ديت؟ انت معاك علي ثانيه. لا 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 طب حد يجي يشبك لي. اختفتني يا اليسا ابن الحرامية. خد يا علي ابنك في التلفزيون يا علي. شايف ابنك تسبب فيه يا علي؟ شايف وصلنا ليه؟ لا 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 يكفي هذا. لم يتبقى سوى 5 دقائق وينتهي الفيلم. اهدى يا سعدني. مش قادر يا بيه، مش قادر. ده اسفاد. انت مريض ليه من الاول؟ كان علاء سوا تعمل ايه؟ السبت جه. يلا يا جماعه احنا واقفين على ايه؟ ايه اللي معطلنا؟ انا عايز افهم انا. ما يلا دي فلوس ناس. يا لهوي ايه في ايه؟ عاملين اجتماع عليا ليه؟ لا مفيش حاجه حبيبي. لا ابدا، السعدني متضايق وبيقول عايز امشي واسيب الفيلم. يمشي واسيب الفيلم؟ والفيلم نعمل فيه ايه؟ ما نعملش فيه حاجه، خلاص مش هكمل. غزولي تعالى اتصل بابوه. عليه ابويا يا حاج. ما نشتكي لاشرف زكي ونخلص. لا خليك بحضر خير. بقول لك يا عم محمد، خد التاج ده اتكسر وانا مش عايز بيه فلوسي. تمام كسرت كمان التاج. كسرت. خد مش عاوزين. يلا توكل على الله. كلوديا اسس ابو سريع. وانت يا حاج ايه رايك؟ انا يا اسس يا ابو سريع تعالوا. خد دي واديني باقي حق.
هو ده بقى حقك. خير يا محمد بيه يا منتج يا كبير. انا مشيت استعداني توكل على الله. الحمد لله. شوف احنا بندبر ايه وربنا بيكرمنا بايه من بدري يا عم محمد. مش مناسب وغير صالح. الحمد لله. الحمد لله كده تمام. ايوه كده يا عم بقى محمد ده. وبعدين لبس الفنوس الشعبيه دي عايزين نغيرها يعني. وانت يا استاذ ايه؟ انا عادي دعوه. تمام تمام. ايه رايكم بقى ان انا مش عايزكم انتوا كمان توكلوا على الله؟ والله الصراحه يعني ربنا ينجينا منك يا عم محمد. والراجل ده اسمه ايه؟ يونس. وعصبي قوي. عصبي؟ غزولي ماشي المخرج. انا اول مره اشوف فرعوني من البرازيل. والله لا حالك الشيف. اسم الشيف يا كلب. اوعى كده. انت اللي رشحتني. ايوه ليه؟ رشحتني. عشان ازل. عشان تزلني. ازلني. تشغلني معانا ايه؟ فيلم تشتغل تشتغل فيه مع الصبح. ليه؟ انا رضيع يا واحد. ليه طيب؟ ما انت بتشتغل في اي حاجه. انا عندي ايه يا كلب؟ احنا بنبدا انت خلاص. ايه انت عبد الحليم حافظ يا ابني؟ انا مالي انا مالي طيب؟ ماشي يا عم بيوم. ماشي يا عم بيوم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.